أغنية جديدة ليزن الجواد. بدنا نتعرف على تفاصيلها هسا مع يزن. مرحبا يزن. أهلا شادي، كيف حالك؟ الله يعين، الحمد لله. مبروك الأغنية الجديدة. جديدة بعدها. جديدة بعدها كم من ساعة يعني؟ قديه صلى؟ يوم واحد. طيب احكي لنا عن هالأغنية، مع مين تعاونت؟ ليش اخترت هالكلمات لتغنيها؟ تعاونت مع شركة ريماينر برودكشن للإنتاج الفني تحت إشراف مديرة أعمالي مشلين زيدان. كلمات الأغنية كانت من عامر لوند وألحان سهيل شاكر وتوزيع غسان المرهج. من وين هالفنانين؟ مش من بلادنا صح؟ هذولا مش من عنا من البلاد، هذولا من سوريا. صار عندك مديرة أعمال يزن بهالجيل الصغير بحاجة يعني؟ اكيد يعني، لانه انا صرت تقريبا في المجال اللي كتير يعني اللي بلش الواحد يطلع حفلات وهيك، فانا بحاجة لمديرة اعمال. حلو. هالاغنية اول اغنية خاصة لك مزبوط؟ ليش اخترت هالكلمات بالتحديد وهاللحن؟ لانه انا حسيت انه هاي الاغنية كتير يعني بتعني لي وكتير مطلوب يعني بشكل عام لحياتنا، يعني شباب وصبايا بحبوا يسمعوا هيك غناني. نعم. ما صورت الا فيديو كليب؟ لا، عملت انا لايركس. اللايركس اللي بيجي صوره مع كلمات. وكيف ردود الفعل لحد اسا؟ مزبوط بكير بس مبسوط من اللي عم تسمعه؟ الحمد لله رب العالمين. الناس انستغرام صارت موصل تقريبا 43,000 فيو، على اليوتيوب صارت 4,000 فيو يعني، والحمد لله ان شاء الله هون لشهر شهرين تكون طاير الاغنيه. بذكر لما سبق وحكينا معك كنت مغني اغنيه لفنانين معروفين. مزبوط غني عملت كفر لمعين شريف ويا دني. ايوه. وقتها 200,000 حققت. 200,000 مزبوط. ممكن يتكرر هذا الرقم كمان معك؟ منقول ان شاء الله، وليش لا يعني ان شاء الله اكثر كمان ان شاء الله. تشاركت في مسابقه ذا نيكست، كنت مع ياطنوس بفريقه، احكي لنا عن هالتجربه. كانت تجربه كتير حلوه، وانا استغليت الفرصه انه اكون مع فنان زي ياطنوس. نزلت انا اغنيه انا وياه يعني غنينا انت زعلان مني اغنيه جديده، ووصلت 1.4 مليون على تطبيق تيك توك مشاهدي طبعا. وغنيت انت وياه كمان اغنيه لنصيف زيتون، شفت فيما بعد بس ما ربحت اللقب. مزبوط انا اخذت المركز محل يعني المركز الثاني، والحمد لله يعني. شو استفدت من هالمسابقه؟ كثير شغلات. اول شيء كسبت شهره ما كنتش متوقع انه بجمعه او جمعتين اصل يعني للناس، اصل لقلوب الناس. اكتشفت كيف حياة الفنانين، كيف بيعيشوا حياتهم، انه مضغوط يعني دائما بضلوا مضغوطين يعني، عندنا مثلا حفلات مجبرين يتقيدوا بالوقت وهي الشغلات والالتزام. صحيح. انت بعدك طالب بالمدرسة يزن؟ انا بعدني طالب بالصف الثاني عشر. اها. وعارف شو بدك تعمل بعد ما تتخرج؟ بدي اتعلم موسيقى بجامعة القدس. يعني مصر على انه تتواجد فنيا كفنان مطرب؟ أكيد بدي اكمل إن شاء الله لأبعد حدود. بتحب تقول كلمة أخيرة للمستمعين عم يسمعونا لنكمل الأغنية ونسمعها للنهاية، وبدنا نسمع كمان بالنهاية أغنيتك أنت وإياد طنوس؟ بحب كل اللي ما يفوتوا على اليوتيوب يسمع الأغنية، لأنه حرام الأغنية هاي ما تنسمعش، لأنه كتير حلو وكتير تعبنا عليها، وإن شاء الله توصل للي إحنا بدنا إياه وتضرب الأغنية توصل للناس. أهم شيء طبعا بدنا الدعم من الجميع. تمام. شكرا لك يزن الجواد وبالنجاح. شكرا. فنكمل الأغنية. إلى اللقاء.